توافق مفاجئ حول غزة بين حركتي حماس وفتح في إطار مساع للمصالحة بين الحركتين، فما هي تفاصيله وهل يساهم بوقف الحرب في القطاع؟ التوافق يتمحور حول إدارة مدنية لقطاع غزة لا تشرف بموجبه حماس على المعابر، وستتم مناقشته في اجتماع سيعقد بين الحركتين الأسبوع المقبل. ومن بين الاقتراحات الجاري بحثها أيضاً إقامة هيئة إدارة محلية تتشكل من شخصيات مستقلة، ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين وباقي الفصائل، وتشكيل هيئة محلية تحت إشراف الحكومة الحالية. أما عن أسباب التوافق في هذا التوقيت تحديداً، فيعتقد مراقبون أن أهمها هو استنزاف معظم القدرات العسكرية لحماس وفقدانها العشرات من قياداتها، إلى جانب تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع، بالإضافة بالطبع إلى الضغوط الدولية والإقليمية على الحركة. لكن ماذا عن الموقف الإسرائيلي؟ موقف إسرائيل يتلخص في الرفض الشديد لأي دور للسلطة الفلسطينية وحركة حماس في إدارة قطاع غزة. فتل أبيب ترى أن هذا سيكون وسيلة للحركة للحفاظ على سيطرتها العسكرية في غزة تحت ستار الإدارة المدنية. لكن لو افترضنا موافقة إسرائيل بعد الحصول على ضمانات دولية بوقف حماس لإطلاق الصواريخ أو بناء الأنفاق، هل سيؤدي ذلك لوقف الحرب؟ بحسب مراقبين، فإن الموافقة الإسرائيلية على إدارة كهذه تعني قبول إسرائيل بوقف الحرب، لكن هذا يعتمد على أسلوب إدارة القطاع، فالفشل سيكون ذريعة لإسرائيل للتدخل عسكرياً مجدداً في غزة، والأرجح عدم قبول إسرائيل نهائياً.